راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. هذا حديث شامل يجمع أنواع أمانة الواجب. لو دخلنا في التفاصيل دقيق، أنت معلم، هذا الطالب أمانة في عنقك، هل اعتنيت به؟ هل علمته؟ هل وجهته؟ هل لاحظت نقاط ضعفه؟ هل حاولت أن تقوم أخلاقه؟ هل حاولت أن تصلحه؟ هو أمانة في عنقك. أنت طبيب، هذا المريض أمانة في عنقك، هل حرصت على شفائه أم على ابتزاز ماله؟ فرق كبير. فالطبيب مؤتمن على مرضاه، والمحامي الموكل أمانة في عنقه، هل صدقته؟ هل نصحته؟ قلت له هذه الدعوة لا تنجح؟ أم أوهمته أنها تنجح وأنك تماطل حتى سحبت منه مبالغ طائلة؟ فالموكل أمانة في عنق المحامي، والطالب أمانة في عنق المدرس، والمريض أمانة في عنق الطبيب. الآن الأبنية والمنشآت والجسور والطرقات أمانة في عنق المهندس الذي صممها، والمهندس الذي نفذها، والمهندس الذي تسلمها. أحيانا يكون في خطأ بالتسلم، بينهار البناء، قبض مبلغ فقبل البناء. الصنعة والحرفة أمانة في عنق الصانع، هل أتقنها؟ هل حسنها؟ هل طورها؟ أم أهملها؟ فكانت العيوب والنقائص، وكان الخلل والفساد. الشجرة والنبتة أمانة في عنق الزارع، هل رشها بهرمونات فأصبحت الفواكه مسرطنة؟ هناك أسمدة تدخل في تركيب الفاكهة، يسموه سماد بنائي، مهما غسلتها المادة المسرطنة دخلت فيها، يسموها أسمدة جهازية. فبخ الهرمون خنت الأمانة، لم تصدق الموكل خنت الأمانة، لم تعلم هذا الطالب خنت الأمانة، لم تهتم بهذا المريض خنت الأمانة، لم تهتم بهذا الموكل خنت الأمانة. يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. المستهلك أمانة في عنق البائع، هل نصحه؟ هل غشه؟ هل كذب عليه؟ هل غشه في النوع أو في الكم أو في المنشأ أو في السعر؟ البيوع أمانة، الديون أمانة، المواريث أمانة، هل وزعت الإرث وفق شرع الله أم حرمت البنات؟ خنت الأمانة. والله أيها الإخوة، متعلق برقبة الإنسان عشرات ألوف الأمانات، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هناك أمانة الأعراض، هذه المرأة التي نوهت إلى أنها ليست مستقيمة، هل عندك دليل صحيح؟ هل أنت متأكد؟ أم كلمة سمعتها فرددتها؟ قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. هناك أمانة الأعراض، أمانة هذه الحواس، يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في أمانة علمية، هل هذا الكتاب من تأليفك أم ترجمته وعزوته إليك؟ خيانة بالتأليف. في حقوق الابتكار أمانة أيضا. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. لذلك المؤمن يعلم علم اليقين أن دينه ليس في المسجد، في المسجد تتلقى التعليمات وتقبض الثمن، تتلقى التعليمات بدرس العلم وتقبض الثمن أثناء الصلاة. أما الدين في بيتك، هذا البيت أقمت فيه الإسلام، الدين في متجرك. يعني سامحوني لو ظننتم أنني أقصو، لو واحد غش المسلمين والله ألغى عباداته كلها، من أين جئت بهذا الكلام؟ السيدة عائشة قالت مرة: قولوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. يعني هناك أمثلة لا تعد ولا تحصى. لما أنت تضيف مادة مسرطنة للصناعة الغذائية، هذه المادة المسرطنة تجعل اللون فاتح والسعر يرتفع، ضحيت بصحة الناس من أجل مبلغ يسير، أنت ماذا رأيت؟ رأيت هذا المبلغ الذي حصلته من هذا الغش ومن إيذاء الناس بصحتهم أكبر عندك من الله، ألغيت عباداتك. لما دوى بينتهي مفعوله وبتحاول تطمس مكان نهاية المفعول، وحقه 800 ليرة بتبيعه، صلاتك وصومك وحجك وزكاتك ما عاد لها معنى، سقطت. أنا لا أقصو، أنا أتكلم ما أعتقده. الدين بمحلك التجاري، الدين بعيادتك، الدين بمكتبك، الدين بالحقل، الدين بالصف، الدين بالتعامل اليومي، الدين بالبيع والشراء، هذا هو الدين. هلأ تأتي إلى المسجد، أهلا وسهلا بك، هذا بيت الله، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. لما أنت تستقيم في بيتك وفي عملك وفي حرفتك، لا في كذب ولا في إيهام ولا في تدليس ولا في تدجيل ولا في غش ولا في تقصير، تقدم سلعة متقنة بسعر معتدل، الآن الخط مع الله ساخن، خط ساخن، الله عز وجل ينتظرك، عندئذ يتجلى على قلبك، عندئذ يوفقك. أخواننا الكرام، الدين له شكل، له إطار، وله مضمون، لن تقطف من ثمار الدين شيئاً إلا إذا استقمت على أمر الله، والمستقيم على أمر الله يعلم علم اليقين كيف أن الله يحفظه ويوفقه ويرعاه ويدعمه ويدافع عنه ويحفظه وينصره، هذه المعية الخاصة، ثمنها الاستقامة. يعني أنا أتصور أن الدين كله بكل تفاصيله بكل فروعه بكل نشاطاته يضغط بكلمة واحدة هي الاستقامة. إن استقمت على أمر الله تقطف كل ثمار الدين، وإن لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. وفروا وقتكم وجهدكم. يعني إنسان ألف أن يصلي الصلوات الخمس، وأن يصوم رمضان، وأن يحج البيت، لكن يبيع بضاعة محرمة، أو يغش في بضاعة ليست محرمة،
ممكن تأتي بشريط ذهبي مكتوب Made in France، تضعه على قماش مع المكواة، هذا بضاعة فرنسية، هي بضاعة من أسوأ دولة. أنا تصوري إن فعلت هذا ألغيت كل عباداتك. ممكن تختار للمريض ستاند لقلبه، في ستاند نسبة النكسة فيه 20% لكن معه عمولة 10,000، وفي واحد نسبة النكسة فيه 3% بس ما معه عمولة. أقسم لكم بالله لو اخترت الأول مع العمولة صار نسب النكسة عند المريض 20%، ألغيت كل عباداتك، ألغيت صلواتك وصيامك وحجك وزكاتك. أنا هذا إيماني، ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. وفروا وقتكم وجهدكم، ما لم تستقم على أمر الله، ما لم تكن صادقا، والله عندك أقمشة، جاءك إنسان قال لك والله أنا أتمنى عليك أن تختار لي اللون الجميل، أنت في عندك لون كاسد، ما عم يبع معك، قلت له هذا أحلى لون، بالسعر ما غشيته، بالنوع ما غشيته، بس غشيته باللون، خنت الأمانة، والله سوف يحاسب الإنسان عن أعماله كلها بهذه الطريقة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. أنت طبيب وعندك مريض ومرضه ليس من اختصاصك، إذا ما بتدله على الطبيب الاختصاصي وبتتخلى عن معالجته خنت الأمانة. إذا عملت مذاكرة للطلاب مستواها صعب جدا فأخذ معظم الطلاب أصفار واستدعيت أولياءهم أطلعتهم على هذه النتائج وتعهدت لهم بدروس خاصة، كل درس بألف ليرة، أنت السبب، أنت عملت مذاكرة غير معقولة، خنت الأمانة. والله أساليب الاحتيال والغش لا يعلمها إلا الله، والمسلم حينما يفعل هذا سقط من عين الله وخان الأمانة وأصبح محجوباً عن الله عز وجل. أنا أتكلم من واقع، أتكلم من أساليب لا تعد ولا تحصى من الغش والخداع في البيع والشراء. والذي يفعل هذا مسلم ويصلي في المسجد وله شيخ وله هيك عبارات لطيفة، تباركنا يا سيدي ما شاء الله، شو هالدرس، والله شيء رائع جدا، ويغش الناس، الله عز وجل كل هذه المظاهر لا قيمة لها عند الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، استقم على أمر الله تماما ولو لم يكن مظهرك دينيا، إنسان مدني عادي ماشي صح قريب من الله، الله عز وجل يلقي في قلبك السكينة، أنت موفق، أنت منتصر، أنت محفوظ، أنت مكرم، صلاتك متقنة، صلاتك فيها خشوع، فيها سرور، فيها سعادة، استقمت على أمره. أنا أريد أن أضع يدي على جوهر الدين، يعني هذا الأعرابي اللي فقير فقير وغير متعلم معه شاة، التقى بسيدنا ابن عمر قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها ماذا صعب يعني ما تنحل معك المشكلة وخذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، ولكن أين الله؟ هذا الأعرابي الراعي وضع يده على جوهر الدين. والله أيها الأخ الكريم لما تستقيم تماماً تحس بسعادة ما توصف،
تحس بقرب إلى الله، تحس بتوفيق، تحس بقوة شخصية، تحس بأمن، تحس برضا، تحس بعزة، بكرامة، أنت مع الله. لكن غش الناس، اكذب عليهم، حجبت عن الله، انتهيت عند الله عز وجل. فأنا أتمنى أن يكون هذا الدرس: أدوا الأمانات إلى أهلها، أدوا الأمانات إلى أهلها، أدي الذي عليك، واطلب من الله الذي لك، والحمد لله رب العالمين.